بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تيدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. تنشكر الناس اللي تيخليو تعليقات بحقي زوينه. ان شاء الله بحول الله وقوته الله يقدرني ونجيب لكم وصفات اللي تطلبوا مني بكل حب وكل احترام ان شاء الله بحول الله وقوته. اليوم غادي نحط واحد الوصفه خاصه بالناس اللي عندهم سحر التفريق، طلبوها مني بزاف وانا لبيت. انا غادي نخدم معكم وصفه ديال السحر التفريق لانها طلبوها بزاف الناس. الناس ما كاينش تفريق الزوج والزوجه، كاين تل تفريق بين الرجل وامه، التفريق بين الرجل وابيه، التفريق بين الرجل واخيه، التفريق بين الزوج والزوجه، اغلبيه التفريق بين الرجل والمراه. اليوم ان شاء الله غادي نحطوا هذه الوصفه لانها صالحه للناس اللي عندهم هذا المشكل ديال السحر التفريق. شنو هما المشاكل اللي توقعوا السحر التفريق؟ السحر التفريق هو ان الناس اللي تيكرهوك تيديروا لك سحر التفريق باش المراه ما تولدش او يجي منها ابناء، انها ما تبقاش مع الزوج ديالها. ولو انها تتبقى مع الزوج ديالها تيبقى عندها مس، تيبقى عندها مس من سمحوا لي على الصداع لان العواشر دابا مع عاشوراء، الدراري تيلعبوا في خارج المنزل. ان شاء الله بحول الله غادي نطرقوا لهذه الوصفه ديال السحر التفريق. تفريق تيديروه الاب، تيديروه الام، تيديروه الابن، تيديروه الاب مع امه، تيديروا السحر التفريق في انواع. ولكن اليوم جيتكم باش نهضر على السحر التفريق ديال هذه، صالحه لاي شخص عنده سحر التفريق. حتى الام الا عندها مشكل مع ولدها وحاسه بان عندها سحر التفريق، سهله مهله هذه الوصفه وزوينه صالحه لجميع الناس. اذا على بركة الله نبداو نعطيو المشكل اللي تيوقع بين المرأة والراجل. سبحان الله العظيم، تيكون الراجل عادي ما فيه حتى شي حاجه، ولكن من تيوصل عليه وقت السحر اللي معمول ليه تيتبدل الحال الى حال، تتبان ليه المرأة في صوره سيئه وما تتبانش عنده، تتبقاش تبان ليه جميله. ولو تكون جميله ايه من الجمال، تبان ليه في صوره وحش، انه تتبان ليه خيبه، حتى هي تيبان لها خيب، تيبان لها في صوره غير ملائمه. ولو في الفراش يبان لها في صوره غير واضحه لها، هي تتساءل كيف هذاك الشخص تشوفه بديك الصوره. ولكن هو سحر، سحر ديال معمول بالسحر التفريق، يالعياذ بالله تيعملوه الكفرة بالله. والناس اللي خايبين، الناس اللي ما تيخافوش الله، الناس اللي قاطعين يديهم من رحمة الله، الناس اللي تيخافوا من الله باينين، والناس اللي ما تيخافوش من الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كاين المرأة اللي تيمنعوها على الإنجاب، كاين المرأة اللي تيمنعوها على الزوج ديالها، هي باغا الزوج ديالها وباغا تعيش معاه، ولكن شي حاجز بينها وبين الزوج ديالها الله اللي عالم بها. تقولك أنا ما بغيتش نتفارق مع الزوج ديالي، تا هو تيقولك الله غالب، أنا ما عرفتش أشنو واقع. تيكونوا بخير وعلى خير، ولكن في واحد الوقت معين، بواحد الوقت معين تيتفارقوا. هذاك السحر تيكتمل تيكتمل بالتفريقه. ولو المراه تصبر وتبرك على نفسها تيبقى السحر التفريق موجود، الا ما فوسخات ولا ما دارتش بزاف الحوايج، الا ما دارتش بزاف الحوايج تيبقى السحر التفريق، تتبقى هي في بيت هو في بيت، ولو ينعسوا ما ينعسوش مجموعين بحال مفارقين.
اذا كاين هذا العدد، كاين هذا المشكل وقع بزاف، وكاين موجود وحي وشتو انا بعينيا، كاين سحر التفريق، ولو ميتفارقوش يبقاو مفارقين في الفراش. ان شاء الله بحول الله غادي نحط هذه الوصفة من اجل بزاف الناس، رجال ونساء، رجال ونساء طالبين هذه الوصفة. كي اللي مثقف على مرته يقدر يوصل لأي مرأة إلا المرأة ديالو، لأنها حاطين التفرقة بينها وبينه، تفرقة بينها وبين الزوج ديالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هدرت بزاف وخاصني نهضر، لأن الموضوع يستحق الكلام، لأن بزاف الناس اللي مضرورين. ولكن السحر التفريق تيخلي أضرار، المرأة تتكون تتصاب مس عاشق، تيولي عندها حاجز بينها وبين الزوج ديالها، تيولي هو تيبغي يولي هو يخلق لها المشاكل. الوقت اللي تكون هي سعيدة مع الزوج ديالها تيخليها أنها إما يتضاربوا إما يتخاصموا إما يتخلق شي مشكل اللي يخليها في حالة خايبة. إن شاء الله بحول الله وبركته، إن شاء الله نقراو، ناخدو جوج بيضات نطليهم بالعسل، غنطليو جوج بيضات بالأسماء، كاين اسم الرجل واسم المرأة بالاسم ديالهم، ونطليو البيضة بالعسل والسنوج والحلبة، الحلبة والسنوج والعسل، العسل يكون جيد، أوراق الغار بالأسماء اللي بالأسماء ديال الأشخاص، هنحطوها في الآنية، هنا هنحطوها هنا مع أوراق الغار، قليل من النعناع، قليل من النعناع، ناخذ واحد شيء قليل من النعناع ونوضعها هنا، نوضعها هنا شيء النعناع، ونوضع فيها هاد البيضات، هاد البيضات يتسلقوا هنا بالأسماء، نحطوا هادو ونقراو عليهم القراءة اللي غادي نقراو عليهم إن شاء الله، غادي نقراو عليهم إن شاء الله بحول الله تعالى، هنقراو: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى ما له من في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سورة البقرة 102، 102 أنقرها 11 مرة على الماء والسنوج والبيض، البيض والسنوج وأوراق السدر بالأسماء ديال الأشخاص اللي عندهم سحر التفريق: قليل من النعناع، قليل من السنوج، قليل من الحلبة، قليل من العسل. نطلي هادوك سميتهم بالأسماء ديال الأشخاص ونديرهم يتسلقوا، نديرهم يتسلقوا، وغادي ناكلو هادوك البيضات انا والشخص اللي عندي السحر التفريق. نقراها 11 مره على الماء، وهاد الماء غادي نحاول انني غادي نعوم انا والزوج ديالي به، تيلا ما بغاش، تيلا ما كانش على علم انه يعوم، حطي شيء قليل من الملابس، ولكن البيضه خاصو ياكلها.
بيضة خاصو ياكلها باش تحيد ليه، نعاودها مرة وجوج وثلاثة حتى يهدى البال ويحيد داك السحر التفريق. إذا هادوك نديرها تسلق في الماء، نديرها تسلق، ومن بعد تسلق نحاول هذوك المكونات نحاول نبخر بهم، نبخر بهم راسي ونبخر بهم الزوج ديالي الا ما كانش على علم انه يتبخر، نحاول نبخر بهم البيت او الملابس ديالو، نحاول نبخر الملابس ديالو ونعوم بهذاك الماء اللي هذاك الماء اللي سلقتي فيه البيض، سلقتي فيه خاصك تعومي به لأنه مقري عليه القرآن، ونجمع هذاك الماء في مكان طاهر على حسب، تخويه في مكان خارج المنزل بعيد من المنزل لأنه سحر التفريق. نتوما بغيتو تحيدوا النحوسات في من بيوتكم وتحيدوا الطاقة السلبية من البيت، إذا تحيدوها بالقرآن وتاكلي انت البيضة وياكل البيضة، القشور ديالها القشور ديال البيضة يتجمعوا مع المكونات وتبخري بهم، تبخري بهم من الأحسن تبخري بهم في عاشوراء باش تحيدي على كداك السحر، وتبخري في المبخرة ينشفوا المكونات ولو يوم واحد، نشفوا المكونات في مكان ما فيش شمس ونبخر بهم، ولو النعناع تبخري به هو مع أوراق السدر ومع الأسماء وقشور البيض. نعطي البيضة للزوج ديالي ياكلها والماء ديالو نعوم به انا وياه، الا ما بغاش حاولي ديري الملابس ديالو ترقديهم ولو يوم واحد، ومن بعد انك الماء تلوحيه في مكان عاشب. اما انت اللي عارفه غديري الوصفه حاولي انك تعومي باش يحيد لك هذاك السحر التفريق، حاولي انك ديري هذه الوصفه مره وجوج وثلاثه واربعه. اذا ان شاء الله هذا الموضوع كان خاصه انني نطول فيه الهضره لانه ما تتقاداش بين سطر او سطرين، ولكن حاول انني نفيدكم شي حاجه قليله، تنتمنى انني نكون نفيدكم ان شاء الله. حاولوا تديروا هذه الوصفه وانتم مطمئنين ان كلام الله لا يستهان به. ما بقى لي غير نقول لكم الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، الله يكون لكم عونا ومعينا بعد من شر الشياطين الإنس والجن، عليهم اللعنة بلعنة الله. تنتمنى أنك تديري هذه الوصفة يا أختي اللي تسمعيني، وحاولوا تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبونوا عندي بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.